مشاهدينا مساء الخير، مساء الورد، مساء يجمعنا كلنا على برنامج الضحى. هذا البرنامج اللي ينطلق اليوم تزامنا مع فعاليات دورة كأس الخليج خليجي 21 من مملكة البحرين باسمي وباسم أكيد شعب البحرين. نرحب فيكم مشاهدينا من كل مكان وخصوصا مشاهدي قناة الدوري والكاس، وأكيد ما يفوتني أن أنا أسلم على أكيد زملائي اللي موجودين معاي بالاستوديو، ضيوفي بالبحرين لكن أنا ضيفتكم في قناة الكاس. يا هلا ومرحبا بالإعلامي طبعا طلال الكواري، مرحبا فيك. الله يرحب فيك على فضله، ويقول لكم يا هلا فيك مريم، ونقول يا هلا ومرحبا بهل البحرين. احنا طبعا في البحرين متابعين وملاحظين الاستعدادات بان البحرين جاهزه لكاس الخليج 21. طبعا هذا مش غريب عليكم كاهل البحرين، واحنا كل ما تعودنا ان شاء الله احنا نتمنى ان هذه البطوله تنجح في مملكه البحرين ان شاء الله. مثل ما شفنا ويعني كل الاجراءات جاهزه من المطار وصول الوفود ومقر اقامه الوفود. كل اللي نقدر نقوله احنا باسمي انا وباسم هالقطر وباسم العاملين بقناه الدوري الكاس، مثل ما رحبت فيني نقول لك هذا مو قريب عليكم يا البحرين. شكرا، شكرا جزيلا لك طلال، واكيد ما يفوتني ارحب في زميلتي جلال ديب. يا هلا ومرحبا فيك في مملكه البحرين، واكيد عندك شيء تبين تقولين اكيد. انا طبعا بدايه بدي اتشكرك مريم على هالترحيب الرائع، واكيد بدي اتشكر اهل البحرين على استضافتهم الكريمه من 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 بدايه دخولنا للمطار لحتى هاللحظه. اكيد بدي اتشكرهم، يعني فعلا ترحيب، يعني حسسونا انه نحن لساتنا على ارض الدوحه، اكيد فهو خليج واحد. مشاهدينا بنتمنى اكيد تتابعونا انا وطلال ومريم ببرنامج الضحى، عنا دائما نقل على الهواء مباشره في هي البطولة الكبيرة، الحدث الكروي العظيم من اليوم وحتى 18 من هالشهر.